السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، صيام مقبول، تقبل الله صالح الاعمال في هذا الشهر الفضيل، ونحن في الاسبوع القادم الاخير، واتمنى من الله ان يمن علينا بالخير والبركه ويمن على كل العراقيين. مشاهدينا الكرام، اليوم حلقتنا راح تكون حلقه خاصه بدائره البطاقه الوطنيه. هذه الدائرة المهمة اللي نعتمد أو يعتمد كل العراقيين عليها باستخراج هذه الوثيقة، نقول احنا الدولية، يعني في أغلب الدول الإقليمية والعالمية تستخدم هذه الوثيقة اللي بها كل المعلومات أو كل الوثائق اللي نقدر نستغنى عنها في هذه البطاقة البسيطة. لكن هي مو بسيطة، هي أكيد أمنية، بها حرفية عالية لعدم الولوج إلى تزويرها، وأيضا هي تخدم كثير من المواطنين بدوائر الدولة، وتسهل من عملية هذا الإجراء الروتيني بالدوائر، وتسهل من عملية المواطن بتقديم المعاملة. اليوم احنا راح بالاستوديو نستضيف السيد العميد هيثم فالح الشمري، مدير البطاقة الوطنية في مدينة الصدر. طبعا شكرا للإخوان في وزارة الداخلية، شكرا لسعد معي على الموافقة، وأيضا العميد هيثم، وأيضا السيد العميد قيس بالتعاون يعني بإنجاز هذه الحلقات. إذن نرحب أجمل ترحيب بالعميد هيثم فالح الشمري، مدير البطاقة الوطنية في مدينة الصدر. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. الله يحييك سيادة العميد. في البدء نعرف ما هي مهمة دائرتكم. طبعا هي دائرة مدينة الصدر ليست بدائرة بسيطة، يعني هاي كم الهائل في مدينة الصدر أمام هاي المسؤولية، في مسؤولية عظيمة. لكن احنا دائما ما نستوضح من الضيف عملية اجراء عملية دائرته، اجراء المعاملة، كيفية اجراء المعاملة. اكيد هي ليست بالسهلة هاي المعاملة، لكن احنا ناخذ نموذج وعينة. فمدينة الصدر حال اي دائرة تابعة للبطاقة الوطنية، كيف هي اجراء المعاملة سيادة العميد؟ نعم، اولا نتشرف حضورنا في قناتكم الموقرة، ونعزي الأمة الإسلامية باستشهاد أمير المؤمنين علي بن طالب عليه السلام. البطاقة الوطنية في مدينة الصدر لا يخفى على الجميع هي من أكبر دوائر في البلاد، إذ تحتوي على 1423 سجل، وهذا عدد غير قليل، يعني ما يعادل محافظتين كاملتين. نعم، يعني حسب القدرة التقديرية ما يقارب 4 مليون نسمة في مدينة صدر. نعم، وهذا يعني عدد مو سهل. فأكيد البطاقة الوطنية مدينة صدر تم تحويل العمل من العمل الورقي إلى العمل الإلكتروني، وأرشفت كافة السجلات الأحوال المدنية، والآن العملية تجري بإنسيابية تامة وعالية جدا. عفوا سيادة العميد، يعني كلها تم أرشفتها إلكترونيا؟ نعم. كل مدينة الصدر؟ نعم. ممتاز. كافة السجلات اللي هي عددها قلنا 1423 تم أرشفتها في حاسبات اللي هي في منظومة البطاقة الوطنية. ممتاز. ويمكن الرجوع إلى أي سجل أو أي قيد من قيود المواطن في لحظات من ضمن الحاسبة في أي دائرة أخرى. يعني لدينا خدمة في كل دوائر البطاقة الوطنية، الرجوع إلى في كل دائرة بإمكانها تفتح كل دوائر العراق وتتأكد من السجلات وتتأكد من القيود والرجوع إلى أصل قيد. آلية العمل في دائرة البطاقة الوطنية حال كل دائرة، حضور المواطن وجوبي إلى الدائرة لغرض أخذ البصمات العشرية والقزحية بدون حجز. لدينا حجز، ولدينا معاملات واقعات إلكترونية اللي هي بدون حجز. الواقعات الإلكترونية التي هي بدون حجز إلكتروني، بيانات الولادة والزواج والطلاق والوفاة، وتغييرات وتصحيحات التي تت على قيد المواطن، مثل تبديل اللقب، تبديل الأسماء، تصحيحات الأسماء. نعم، عفوا حتى ندخل بالأسئلة. آسف سيادة العميد، يعني أنا عندي صار طفل وبعده بيان. نعم. مسموح لنا بدون حجز؟ أنت العائلة كاملة؟ لا، البيان والأم والأب فقط بدون حجز إلكتروني. الأولاد ما يسمح لهم البقية؟ نعم، الأولاد أكو حالة أخرى قلنا اللي هي بدون حجز أيضا، إذا كانت هوية الأحوال المدنية يحملها بدون صورة. تمام. إذا كانت هوية الأحوال المدنية يعني جازية المدة المحددة، يعني نافذة 10 سنوات أيضا، هاي بدون حجز إلكتروني. عندنا الحجز الإلكتروني، الهوية الحديثة اللي ما جاز 10 سنوات،
واللي هوية الأحوال المدنية بدل ضايع وهوية الأحوال المدنية بدل التالف. هذه تعتمد على الحجز الإلكتروني بالموقع الإلكتروني الموجود في الجوجل. زين. نعم. حجزت أنا كمواطن حجزت عبر ال يعني بدون هذه الاستثناءات، حجزت كمواطن عادي ما عندي هذه الاستثناءات. شلون الآلية؟ ايش قد اطول حتى اخذ يعني حجز منكم؟ حسب الدوائر، اكو دوائر يعني يوم او يومين. تحكي على مدينة الصدر. مدينة الصدر يعني حسب الاقبال على الحجز الالكتروني. يعني حاليا احنا في شهر رمضان المبارك الاقبال على الحجز قليل باعتبار الناس صيام والحضور الى الدار قليل. في يوم او ثاني يوم بالزاي ثلاثه ايام عندك يطلع عندك الحجز. ممتاز. عندكم دوامكم بس صباحي مو مساء؟ دوامنا صباحي وتسليم البطاقات يكون على الوجبه المسائيه. شفت المسائي. نعم. جيد. اذا العمليه بانه اجيت انا كمواطن خلص طلع اسمي قرات اسمي بالانترنت او جاك مسج. يجيك مسج. رساله مسج او يعطيك رقمه تاريخ المراجعه. تحضر في هذا اليوم الى الدائره المعنيه. الحضور قلنا وجوبي مع جلب كافة المستمسكات الأصلية اللي هي هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن وأي إثبات شخصية أخرى. جيد. الحضور إلى الدائرة تنظيم استمارة على الموقع الإلكتروني في أي مكتب بإمكان المواطن أن ينظم استمارة حتى إذا كان لديه طابعة في بيته أو حاسبة بإمكان أن يدخل على الموقع الإلكتروني وينظم استمارة ويحضر إلى الدائرة. يقوم موظف الحجز بالتأكد من اسمه في الموجود في قائمة الحجز. بعدها يتم تحويله إلى مدخل بيانات. يقوم مدخل البيانات بإدخال البيانات وقراءة الاستمارة إلكترونيا، أخذ البصمات العشرية، طبعات الأصابع القزحية والصورة الحية، والتأكد من قيد المواطن إذا لم يجد فيه أي خطأ أو تلاعب أو حك أو شطب أو غيرها. وبعد الرجوع إلى أصل القيد قلنا إذا كان من جاي من محافظة أخرى. صح. أو نفس المحافظة. تكتمل الجوانب الشكلية، يتم تحويل المعاملة إلى مدقق البيانات. أيضا يقوم بدوره بتدقيق كافة المعلومات وأرشفة يقوم مدخل البيانات بأرشفة هوية الأحوال المدنية والشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن والإثباتات الأخرى لتحويلها إلى مدقق البيانات. كذلك يقوم بدوره بتدقيق كافة المعلومات، ومن ثم إذا لم يوجد خطأ فيها تحول إلى الحسابات لقطع وصولات الدولة، رسوم الدولة 5000 دينار البطاقة الواحدة، وثم ترحل إلى المصرح النهائي. إذا لم يوجد فيها أي إشكال تدفع المعاملة عبر الأميال الإلكتروني إلى المعالجة المركزية في مطار بغداد لغرض إصدار البطاقة الوطنية. إيش قد تأخر البطاقة الوطنية وتصدر؟ عادة يعني هو الشيء الطبيعي هي سبعة أيام. الشيء الطبيعي، ولكن أحيانا تصير بعض الأمور يصير تأخير في بعض البطاقة الوطنية 10 أيام أو 15 يوما مثلا أو غيرها. جيد. إذن هي دعوة مشاهدين الكرام بغبة حضور السيد العميد عميد هيثم فالح الشمر مدير البطاقة الوطنية في مدينة الصدر. إذا لديكم استفسار معكم الاتصال على الأرقام الموجودة راح تكون أسفل الشاشة اللي يخص البطاقة الوطنية فقط. اللي عنده مشكلة وعنده إشكالية وعنده استفسار على البطاقة الوطنية سالأخوان راح ينزلنا نزل هاي أرقام الهواتف ممكن يتصل بنا وإحنا بخدمتكم إن شاء الله راح تتم الإجابة مباشرة من السيد العميد هيثم. جيد سيادة العميد، يعني بعد ما استخرجت البطاقة واستلم المواطن يعني هذه البطاقة هي المعمول بها بكل دوائر الدولة أم دوائر دون دوائر أخرى؟ نعم، هناك توجيه من رئاسة مجلس الوزراء إلى كافة وزارات الدولة باعتماد البطاقة الوطنية الهوية الرسمية في التعاملات. جيد. لأن تعرف جنابك إحنا مديريتنا وبتوجيه من السيد معالي وزير الداخلية المحترم والسيد الوكيل الأقدم المحترم وبمتابعة وإشراف السيد المدير العام المحترم تم تزويد كثير من الدوائر بالقارئ الإلكتروني اللي هو يقرأ البطاقة، الكتاب العدول، التسجيل العقاري، دائرة التقاعد، بعض السيطرات وكثير من الدوائر، وإحنا يعني مستمرين بتجهيز الدوائر.
بالقارئ الإلكتروني اللي يقرأ البطاقة. يعني أكو دوائر ما مستمر حد الآن. يعني أكو دوائر قليلة وإحنا مستمرين بتجهيز إن شاء الله. يعني هو تجهيز من دائرتكم. تجهيز يعني من قبل مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة. شلون تشوف التعامل يعني سرعة الاستجابة من الدوائر زينة يعني؟ أكيد يعني أنا أقول لك هسه أكثر الدوائر بدت يعني تعتمد على بطاقة الوطنية أكثر من باقي المستمسكات. لأن بيها فد رصانة قوية. وأقول لك إياها يعني حقيقة البطاقة الوطنية ما تتزور كنموذج بالإمكان أن المواطن يزور كنموذج. أما كقاعدة بيانات أتكلم لك أنا أتكلم لك عن قاعدة بيانات. قاعدة البيانات لا يمكن أن تزور أبدا لأنها موجودة بها رقم وطني وهذا رقم وطني ما يمكن أن يزور. كل مواطن يحصل على الرقم الوطني لمرة واحدة ولا يتكرر لأي مواطن آخر. هسه راح نتحدث عن عن تزويره وعدمها بعد ما ناخذ ابو حسن من السماوة. تفضل ابو حسن. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ابو حسن. الو السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. ابو حسن نص صوت التلفزيون وبخدمتك نسمع من التلفون. رجاء بك ابدا اسال سيد العميد. اي بخدمتك سيد العميد يسمعك. تفضل سيد العميد. احنا نفوسنا بالمحافظه يعني احنا نفوسنا محافظ. تسمعنا فيه؟ نعم وياك اسمعك. احنا نفوسنا المحافظه وايام النظام الوايد. نعم. حولونا ملحق للناحيه. نعم. انا من طلعت البطاقه الوطنيه قلت لهم احنا نفوسنا بالمحافظه. نعم. وهاي الناحيه بعيده عنهم يعني مو منطقه سكنانه لان ماكو مثلا نقل شيء قالوا ما فسبك يا سيد السيد العميد اذا اكو نقل شيء. نعم فلسطة. نعم جنابك موجود عندنا الموقع الإلكتروني حاليا موقع المديرية بإمكانك تقديم طلب لغرض نقل نفوسك من دائرة إلى دائرة بإمكانك أن تقدم طلب ويعطونك موافقة إن شاء الله ماكو أي مشكلة. شكرا جزيلا. الله يحفظك أبو حسن. شكرا جزيلا على اتصالك أبو حسن. بالتأكيد إحنا راح نبقى نتواصل مشاهدين الكرام اللي اذا اكو اتصال عفوا جاي قطع الاتصال ماكو مشكله. فنرجع على موضوعنا سياده العميد. قضيه شنو هاي الحصانه اللي تنطي للبطاقه بعدم الاختراق؟ هي انتاج خارجي يعني مو بالعراق. لا هي داخل العراق ماكو انتاج خارجي. آه. لا مستحيل. جيد. داخل العراق وموجود عندنا الطباعه ومركز الطباعه عندنا ده نطلع طبيعي. انا اذكر في بس اكو امور. نعم. احنا نقول لك ان المواطن من يحضر الدائره راح ننظم له قاعده بيانات. تمام. قاعده هاي البيانات ما تخترق لان هاي بها عده امور امنيه. صح. وراح نصرف له رقم وطني. هذا رقم وطني ما يتكرر لغيره. اه اللي ناخذ طبعات الاصابع العشره القزحيه مالت العين. يعني اي مواطن يجي يسجل مكان انسان اخر من راح يطبع طبعات الاصابع تبين عندنا بالتقاطع بالنظام. يتقاطع المعلومات تبين عندنا بالنظام انه هذا المواطن مو هو. جميل. هو فعلا هذا مشروع مهم جدا جدا متابعه من كان السيد اللواء الان اللواء نشت كان عميد نشت. نعم. كان على البطاقه وفعلا يعني هي قفزه مهمه خصوص دوائر التابعه لوزاره الداخليه يعني تقدم هيك خدمه للمواطن هذا شيء ايجابي. نعم. واحنا ندعو المواطنين الذهاب الى تغيير مجموعة المستمسكات إلى البطاقة الوطنية أيضا هذا شيء مهم. لكن الأوراق أو المستمسكات الأخرى تنتهي الفعالية فيها إذا استخدمت البطاقة الوطنية؟ إحنا شو نقول مثلا اليوم أنا صرفتك بطاقة وطنية وأنت استلمت البطاقة الوطنية فمن راح تراجع الدائرة بعد ما يحتاج أنه أنت تبرز هوية الأحوال المدنية أو شهادة العراقية. كذلك إحنا أيضا من راح نسلمك إياها راح نقوم بتثقيب هذه المستمسكات. أه. نتقبها المستمسكات يعني نبطلها فما ما تعود اكو هناك حاجه الى استخدامها نهائيا. يعني لا الهويه الاحوال ولا شهاده جنسيه. شهاده جنسيه. نعم. فقط اذا بطاقه التجاره باقيه. السكن وليس بطاقه تمويليه. بطاقه السكن. بطاقه السكن باقيه. نعم. فما يحتاج تبعد تبرز مستمسكات هويه الاحوال الوطنيه وشهاده جنسيه العراقيه. البطاقه الوطنيه هي كافيه بذلك. ويوجد قارئ الكتروني في الدوائر يقوم بقراءه المعلومات. ويعطيك كل ما تحتاجه من معلومات. وبإمكان المواطن أيضا
أن يطلب صورة قيد إلكترونية. هذه صورة القيد الإلكترونية نفس ما موجود في البطاقة الوطنية، نفس الصورة ونفس المعلومات ونفس الرقم الوطني ونفس الرقم العائلي، وبإمكانه أن يستخدمها في أي دائرة من دوائر الدولة. صورة القيد الإلكترونية شو اللي يحتاجها؟ يعني حتى لو بدون الهوية بعد ما مستخرجها مثلا؟ يعني أحيانا دوائر تطلب صورة قيد المواطن للتأكد من المعلومات. ممتاز. أو مواطن مثلا بطاقته بعدها لحدها ما مطبوعة، ما وصل السنة مال الطباعة، بإمكانه أن يستخدم صورة القيد في أي دائرة من دوائر الدولة. ممتاز. بالجوازات والعقارات وغيرها أي دائرة. أحسنتم. نعم. جزاكم الله خير. طبعا. شكرا لك سيادة العميد. مشاهدي الكرام، تبقى الأرقام الهواتف موجودة، لكن نشاهد نحن وإياكم تقرير في مديرية البطاقة الوطنية الكرادة الشرقية اللي تابعة إلى وزارة الداخلية. هذه الدائرة أكيد هناك معلومات مهمة، استفسارات صارت تجول مع الناس، طرحت بعض الإشكاليات، لكن بصراحة شفت الشيء قليل جدا، بل تكاد تعدم هذه الاستفسارات أو المشاكل في هذه الدائرة. شيء إيجابي يحسب لكم ولإدارتكم السيد العميد قيس. شاهدنا نحن وإياكم هذا التقرير ومن ثم نعود. معاون مدير احوال الكراد، اهلا وسهلا بكم. اشرح لكم على اليه العمل البطاقه مالتنا. تفضل يا عيني. عندنا ضابط الاستعلابات هنا يحاول على الشعبه الخاصه بالمواطن ياخذ تسلسل ويتجه بالمدخل البيانات. تفضل يا عيني. عندنا المدخل البيانات هنا. السلام عليكم. هنا مدخل بيانات، هنا المعامله راح يصير بها الاجراءات مالتها، تدخل بالنظام تاخذ البصمات تكمل اجراءاتها، وبعدين من تكمل كل امورها تتحول للمدقق. كل ست عندنا ست مدخلين يتحول مدقق، تكمل تدقيق المعامله، يروح حسابات، تكمل حسابات يجي مصرح، تنتهي من المصرح يعطي وصل استلام. باسم الاستلام احنا ثلاث ايام الرابع ان شاء الله يستلم البطاقه على النظام الجديد. جيد، ايش قد تستغرق العمليه ادخال المعلومات؟ المعلومات اذا القيس سليم وما عنده مشكله ما يتاخر من 10 دقائق ان شاء الله. عشر دقائق تكمل التصوير وبصماته وكل شيء. جيد. هنا عندنا المدقق نقيب ليل. السلام عليكم. يا سلام. مناقب له تجي المعامل بعد ما تكمل المدخل البيانات يدخل بيانات ويصوره كم تجي مدقق هنا يفتح القيد مالته ويدققه، يدقق القيد معلوماته، سنة تسجيله، المواليد، الأسماء كلها صحيحة، اللقب مالته، الأمور مستوفية كلها الشروط القانونية حول الحسابات مثل ما قلت لك. زي. وبعدين على المصرح تنتهي العملية. ممتاز. إذا العملية هي نافذة واحدة سلسلة دائما هي نافذة واحدة، يعني معاملة كلها ما تتأخر من 20 دقيقة عندنا. زين، يعني 20 دقيقة بس إجراء المعاملة، إجراء أما الاستلام هي 3 أيام. 3 أيام شباب النظام الجديد هسه، عندنا مطبوع أعداد كلش كبيرة. يعني أكو كانت عندكم مشكلة بالبطايق. البطايق كان شوي بها شحة. أي فهسا انتهى الموضوع الحمد لله، انطبعت معظم البطايق كلها انطبعت. ممتاز. خلنا نسأل سيادة المقدر. السلام عليكم. شلونك حجينا؟ مرحبا حجي. ايش عندك معامله هنا؟ والله هي عندي نقل قيد من المنصور لهنا. نقل قيد؟ اي نعم، مال زوجة ابني. زوجة تأشير الزواج. نعم. تأشير الزواج. تأشير زواجي. تأخر عندك المعامله وزين طبيعيه؟ لا يا با الشيابيه حلوه للامانه، يعني حتى الامانه العدله غير. اي تجي للاستعلامات الاوليه راسا يقول لك روح لهناك سوي طلب، تروح له سوى لك طلب قال لك روح وكيل، تروح للوكيل يقول لك روح للحساب، من الحسابات دزك للاستعلامات دزك للشباك، بالشباك اعتذر واخي تسلم معاملتك تاخذ تسلسل رقم وتقعد هو يصير حسابك. اكو فرق طبعا، كنت مراجع قبل الدوار. نعم. يعني خاصه بالجنس كانت هوسه 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 بالبدايه، وخر ما وخر اضربك كتف ووخرك ياخذ هو السره مالك. هسه لا الحمد لله. هلا الحمد لله ان شاء الله. شكرا جزيلا حجينا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. شلونك امك؟ الله يسلمك. شلونك معامله هنا؟ مال جنسيه. مال جنسيه. صارت ايش قد جايه هنا؟ والله صار ثلاث اسابيع اركض على الوفيات، البارحه يلا لقيتها بالعلويه.
ها اذا خارج الدائره هاي مال الوفيات. اي مال شهاده الوفاه شهاده ما واصله. اي مو ميت عدله بس يقولون ما عدا يعني هنا سجل. اي هاي اكو مشكله بالقيد مال سنه التسجيل فاحنا نسوي كتاب نفس اليوم اللي جيتي بيه سوينا لك كتاب احنا. مراجعات دائرة الصحة. زين. لحد ما تكمل الإجابة يجيب المواطن. هسه كملت الإجابة كملت. كملت سلمتها من التسعة. نفس اليوم اليوم إن شاء الله نص ساعة تكمل المعامل. إن شاء الله حجي ما محتاج يجي على راسه يا ربي حجي. شوف بعد من عندنا. عندنا هنا مشرف الإدخال. زين. نظام شغلهم يختلف هنا مثلا البطاقة البدل ضايع تتحول عليها المشرف الإدخال لأن الصلاحية اليوزر مالته الوحيد هو اللي يشتغل على هذا النظام. تغيير مسكن اللي عوالة النقل المحافظات بعد اتصال الموافقات ها مالت هنا ليس الشغل. هاي بطاقة سكن. لا تغيير مسكن اللي مثلا نفوسه غير محافظة ساكن بغداد على الرقعة الجغرافية ذات أحوال الكرادة. فيقدم موافقات يحصل الموافقة ينفع له معاملة تجي الموافقات تكمل يتحول قيود النقل. عفوا سيد المقدم ما زالت هي يعني مختصرة فقط للوزير. موافقة. لا السيد العام عنده صلاحية بده يعطي فاحنا نقل قيود. نقل قيود هي. لا سلسلة وهسه ماكو بعد مراجعات. نظام الكتروني تقدم عن طريق الموقع تقدم وتجيك رساله جت الموافقه تجيب الكتاب ما تكمل شي معامله لا بعد ماكو الحمد لله نظام الكتروني هواي امور زين انحلت واللقب لقب نفس الموضوع نفس الموضوع نفس الموضوع بس اللقب بي اكو ما يحتاج موافقات حسب نوع الاضافه التصحيح ما يحتاج موافقات فقط التبديل يحتاج موافقه جيد انا مثلا استلمت هسه بطاقه موحده انفقدت من عندي شنو الاجراءات تسوي اخبار بالمحكمه تجيب الاخبار شغلت نص ساعه تكمل عندنا ما يحتاج لا استمارة مع غرامه غرامتها 25 رسم مالتها زين اي نعم جميل بس المهم تنجز يعني تطلع عندنا ماكو نفس اليوم ما عندنا معامله احنا بالنسبه لدائرتنا حتى لو تاخروا الدوام تعليمات السيد الوزير السيد الوكيل المدير العام المحترم السيد عميد علي والموظفين هم ماتين الحمد لله متعاونين جدا ما عندنا مواطن يبقى ثاني يوم نتاخر الدوام ربع ساعه ساعه ماكو مشكله جميل السلام عليكم السلام ورحمه الله الحبيب معاملة تجديد تجديد نعم صارت ايش قد من الجلد عندنا احنا مرجعونا همينا كل ساعه يعني رجعونا ونرجع همينا صار لنا فتره انا مو تجديد اسمي غلط بالاسم قيديه معالجات قيديه لحد ما صدر القرار مالته هذا اليوم صدر القرار مالته هو جابه 29 يوم وصلتنا المعامله ان شاء الله لا باقي مننا نص ساعه تكمل معاملته جبل. احنا اللي يمنا اللي خصنا ما يتاخر يعني بس هذه مراجعات خارج دوائر قبل ما يكمل المواطن ويجيب لنا قانون اكيد بالضبط لان احنا نرفع معامله بين ما تجي الموافقات هسه هنا جاي القرار مالته محسوم الموضوع مالته نشركم الاحكام ماده 29 قانون البطاقه شغلت نص ساعه ان شاء الله تخلص ان شاء الله شكرا جزيلا لك حبيبي شكرا موفقين ان شاء الله شكرا جزيلا لهذه الجولة مع السيد المقدم مقدم عمار ومعاون مدير دائرة البطاقة الوطنية السيد العقيد قيس وشكر موصول للسيد العميد عميد عمار مدير هذه الدائرة سيادة العميد أكو عندنا بعض الناس يقولون الدائرة ايش قاعد تنجز ايش قاعد تحقق مدى هو عملكم ممكن يقول لك لا مبالغة هذا الزهو بالعمل وأنجزنا ما أنجزنا أنتم كمدينة الصدر شقد عدد المراجعين يوميا تستقبلون في الحالات الاعتيادية يعني في الأيام الاعتيادية عدد المراجعين اللي نستقبلهم بدار أحوال مدينة الصدر يعني 1700 إلى 2000 مواطن في أيام العطل الرسمية العطل الدراسية عطلت يعني نصف السنة أو آخر السنة وآخر السنة يعني الأعداد توصل عندنا إلى 3000 مواطن باليوم الواحد نعم باليوم الواحد 3000 مواطن يدخل الدائرة يدخل الدائرة يعني يجرى معاملة نعم يجرى معاملة صور قيد إلكترونية ورقية صحة صدور تبديل ألقاب تبديل أسماء تصحيحات تغيير مسكن يعني مو بس بطاقة لا يعني هي المواطن يصور انه هاي دوار فقط بطاقه وطنيه لا مو بس بطاقه صور قيود العقاري مال بيع وشراء العقارات صور قيود لهيئه التقاعد صور القيود للمؤسسات العسكريه الجيش العراقي وغيره والحج الشعبي والوزاره الداخليه صحه الصدور لكافه مؤسسات الدوله تبديل الالقاب تبديل الاسماء تصحيح الاسماء
الزواج، الطلاق، الوفاة، تغيير المسكن قلنا لكم سابقا، البطاقة الوطنية، بيانات الولادة، هذه كلها على عاتق دائرة يعني. جزاكم الله خير. إضافة إلى دوائرنا لدينا أعمال أخرى، لدينا واجبات، لدينا واجبات في السيطرات، منتسبين عندنا في كافة السيطرات، منتشرين لتدقيق المستمسكات المواطنين. هاي المواطن كلها مع اللابتوب المحمول. نعم. زين. يعني نفس دائرتكم من نفس الدائرة يخرجون واجبات؟ نفس الدائرة نطلع واجبات السيطرات، عندنا منتسبين في السيطرات. كل سيطرة تلقى منتسب من البطاقة الوطنية تدقيق المستمسكات. جيد. حتى ما ندخل بعملكم. هل العدد كافي لمنتسبيك إدارة هكذا ملف؟ والله حقيقة نعم كافي. كافي. نعم يكفي العدد. والبناية. البناية اللي إحنا حالياً بها جيدة جداً حقيقة نعم. أسواق ثلاثة. أسواق ثلاثة. أه. زيونة. فقط المدينة الصدر صارت أسواق. نعم ثلاثة. تحولت أحوال بغداد جديدة إلى شقق جو إدارة خاصة بهم، وأحوال كرز الشرقية أيضاً كانوا عندنا أحوال كرز الشرقية. تحولوا إلى أبو نواس. أبو نواس. فبقينا إحنا هناك لأن دائرة كبيرة. إيه فعلًا يعني تستاهل مكان. وإحنا شيء إن شاء الله جينا نتحرك لإيجاد مكان بديل إن شاء الله. أحسنتم جزاكم الله. أنا أقول يعني هو يعني شيء بسيط يعني ليش ما تحولتوا قائم مقامية مدينة الصدر قريبة عليكم وقريبة على المدينة وكذا. هو إحنا بدنا نقول لك بدنا نتحرك إحنا حاليًا ونستقبل قائم مقام. ممتاز. على بعض المواقع إن شاء الله. إذا هذا تروح زيد جت في محله يعني. نعم نعم. جيد. يعني أنا عام جيت عايش في مدينة الصدر بعرف بيئة المدينة وتفاصيلها. أتمنى لك كل التوفيق. خصوص تقل النفوسيات العميد يعني تعرف أكو ناس جت البغداد صار لها سنين وهي محافظات كيف ينقل نفوسه؟ هل هناك صعوبة أم سهولة بنقل النفوس؟ لدينا موقع إلكتروني موجود على الموقع الإلكتروني بإمكان المواطن أن يقدم طلب، أكو مجموعة معلومات يقوم بإملائها ويأخذ وقت 15 أو 20 يوم تصدر موافقة من السيد المدير العام المحترم، بعدها يقوم بالحضور إلى الدائرة وإجراء بعض الأمور الفنية والإدارية ويقوم بنقل نفوسي من محافظة إلى محافظة. حصرا بأمر السيد المدير العام لو الوزير؟ لا لا السيد المدير العام المحترم. السيد المدير العام. نعم صلاحيات السيد الوزير المحترم منحها السيد تم منحها إلى السيد المدير العام للأحوال. جيد. يعني إذن السيد المدير العام التعريف الأكامل عفوا دائرتكم السيد مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بأنه صلاحيته أن يتم موافق على نقل النفوس من محافظة إلى محافظة آخر. جيد حتى داخل بغداد بإمكانه حتى داخل المحافظة الوحدة داخل محافظة من محافظة إلى محافظة أحسن. بإمكان المواطن أن ينتقل إذا تحول إلى منطقة أخرى بإمكان أن يمكن نقل نفوسه إلى المنطقة اللي تحول عليها حتى إذا داخل المحافظة أحسنت جيد زين تغيير اللقب تغيير الألقاب نعم موجود أيضا بأيضا موافقة السيد العام المحترم نفس النظام يقوم بتقديم طلب ويحصل على الموافقة ويكون بعض الإجراءات به مثلا النشر في الجريدة وموافقات أمنية والجوازات والضريبة يعني أمور فنية يقوم بإكمالها المواطن بعدها يقوم السيد المدير العام المحترم بإصدار أمر بتغيير اللقب أو الاسم إيش قد إلى حق المواطن غير اللقب؟ إلى حق مرة واحدة. مرة واحدة نعم بحياته كلها. نعم نعم. يعني يغير هو الشخص المعني المقدم المعاملة. يعني ذويها. الشخص المتزوج. له ولأولاده. فقط. له ولأولاده الغير متزوجين. أها. نعم نعم. يعني المتزوج يعتبر أسرة بحد ذاته. زين هذا البالغ إلى أم لا الغير متزوج. إحنا الغير متزوج نعم يقول. البالغ. على والده. على والده. نعم على والده. جم. إذا كان رافض الابن مثلا. لا ما يصير يرفض هو لأنه هو يأخذ لقب والده يعني بالقانون يأخذ لقب والده. بإمكانه أنه من يتزوج. يقدر. أن يبدل لقبه إذا رغب. آه. مو إلى حق مرة نعم واحدة. نعم. جيد. عندك إيش قد تتوقع هسه أنت سيادة العميد نسبة الإنجاز البطاقة الوطنية؟ في عموم العراق طبعا نسبة الإنجاز البطاقة الوطنية في عموم البلاد طبعا تخطت ما يقارب 23 مليون بطاقة احنا صار فيه لحد الآن جميل 23 مليون 23. بطاقة يعني أكثر من أصل 42 مليون تقريبا إيه حسب التعداد السكان اللي هو التقريبي اللي مو يعني تقريبا وزارة التخطيط قالت احتمال 42 تقريبا
23 يعني تقريبا جيد، تقريبا 23 مليون او نصف اقل بقليل جدا. انا اقول نصف، نعم نصف العدد. مو هذا طبعا انجاز، طبعا مو شيء مو سهل، اكيد انجاز ممتاز جدا. مو هذا راح يعيدنا على سؤال اخر سياده العميد، عفوا. وطبعا شكرا سعد صدرك على كل الاسئله. حيني على سؤال آخر بخصوص المواقع، هل المواقع البطاقة الوطنية في كل العراق منتشرة حسب تعداد السكان، حسب المناطق الجغرافية، أم هناك دوائر ما زالت لم تفتح لحد الآن؟ طبعا اللي كل دوائرنا تم فتح بها بطاقة وطنية، ما عدا كم دائرة في محافظة الموصل لأن شوية تأخرت بسبب داعش وبسبب العمليات الإرهابية والحربية، تم تأخيرها. والآن مستمرين بفتح الدوائر، يعني احنا قبل اسبوع فتحنا دائرة بالموصل. يعني اعتقد اللي الدوائر اللي متبقية ما تعمل بالبطاقة الوطنية ما تتجاوز العشر دوائر. عشر دوائر بكل العراق. نعم نعم. يعني الموصل من ضمنها، لان هي مصدر اكبر بالموصل، يعني باقي المحافظات مش كل. نعم. منجزة. نعم كلها منجزة. لكن هو يمكن اعتقد هذا منح 23 مليون عفوا بطاقة، مقابلها اكو يمكن تكاسل او تقاعس بعض المواطنين تغيير البطاقه. هو شلون يعني اللي باقين من المواطنين اما هويته بعتها جديده مستبتكاته حديثه ما يحتاج بدهن بالوقت الحالي، ما مستعجل عليهن، او اكثر اغلب اكثر بهم ناس مسافرين خارج العراق. اها. لان هي هاي لازم حضور المواطن. صح اكيد حضور واجب. زين. او مواطن ما محتاجه قلت لك يعني. زين هسه عم طلع مثل قبل اسبوع انا وثلاثه جنسيه. شو ما تغيروا لي اياها يعني؟ ما متحولوا بطاقه واحده؟ لا مو هو انت اصلا هويه الاحوال المدنيه توقفت يعني. صار رجعت. ماكو صرف هويه الاحوال المدنيه. اها صار رجعت. بس انت احوال الصدر احنا من الشهر الرابع 2016. اوف. نعم. من فتحه الدائره بطاقه وطنيه بعد انتهت. بما معنى توقف بعد 10 سنوات يكون المواطن مجبر ان يراجعكم حتى يستخرج البطاقه الموحده. اكيد يعني هو المواطن مو بس مجبر، يعني هو بعد فتح 10 سنوات او اقل يكون المواطن كله حصل على البطاقه الوطنيه، كل المواطن يستحق اساسا. جميل. حصل على البطاقه. والله انتم من داخل ما تبقى عندكم شيء، لازم تخلوا المواطن يراجع. لا هو المواطن، شوف ترى المواطن اذا حصل على البطاقه الوطنيه يعني مو معناها بعد ما يراجع دائره. إذا صار عنده تأشير زواج لازم يروح يأشير الزواج حتى إذا عندك بطاقة وطنية. أها. إذا صار سوي له تحديث المعلومات. صارت عندك ولادة حديثة طفل جديد تجي تطلع بطاقة وطنية. انتقلت من مكان إلى مكان تجي تغير معلومات بطاقة السكن. صار عندك تأشير زواج تغير البطاقة الوطنية. رقم عندك رقم العائلة حتغير إلى متزوج. أها. صار عندك تغيير الرقم نعم العائلي مو الوطني العائلي. زين. صار عندك تغيير باللقب راح تجي تستبدل بطاقة وطنية تضيف بها اللقب. او ترفع من عندها اللقب. مو هسه يعني انت ما ممكن تحط رقمين سياده العميد. نعم. عائلي ووطني. الرقم الوطني اشرح لي اياه. نعم. على الهويه رحم والدك الانسان. اي الرقم الوطني يمنح للمواطن لمره واحده ولا يمكن تكراره لمواطن اخر. جيد. الرقم الوطني هذا اللي هو وين يصير؟ بصفحه الصوره لو بظهره؟ يصير تحت الشعار بالامام، تحت الشعار بالامام، تحت الشعار. نعم. بالامام اللي متكون من 11 رقم. 11 نعم بدايته مواليد المواطن هذا رقم الوطني. زين. اما الرقم العائلي. اي الرقم العائلي اللي هو يتكون هو يمنح لمن؟ لافراد الاسره الواحده. للزوج والزوجه والاولاد غير المتزوجين. غير المتزوجين. تمام. للعائله الواحده يعني الزوج والزوجه والاولاد غير المتزوجين يمنحون رقم واحد هو الرقم العائلي اللي هو برمز الدائره والصفحه والسجل والسطر. جيد. نعم. أنا أولادي مثلا هسه أربعة يتشابهون كلهم بهذا الرقم العائلي الغير متزوجين. نعم. الغير متزوجين كلهم بهذا الرقم العائلي. أولادك وزوجتك كلكم رقم عائلي واحد اللي هو يصير بالظهر الرقم العائلي. أما الرقم الوطني قلنا تحت الشعار لا هذا لكل مواطن رقم واحد رقم لا يتكرر. جيد. حتى ما بعد الممات يبقى محتفظ به هذا. زين بهاي الحالة الزوجة راح تمتلك هذا يعني هم يصير مع الرقم مالته الوطني. نعم. الوطني مو العائلي. الرقم الوطني كل مواطن له وحده حتى ابنك عمره يوم يمتلك رقم وطني وحده مستقل. ها بالهويه راح يمنحوها. نعم أحسنت. هذا لا يتكرر. احسن. هذا من احدى الامور المهمه في القضايا الامنيه. جيد. لكن المشترك الوحيد اللي بين العائلي 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 احسنت التوضيح. نعم. لان هي بصراحه يحتاج تفكيك هذا. نعم. الموضوع. نعم. حتى المواطن يعرف آلية العمل في دائرتكم.
وحسنتم جزاكم الله خير. الواقعات وإجراءاتكم يعني شنو إجراءاتكم للواقعات؟ ويعني أنت مثل ما تفضلت الواقعات هي كثيرة. نعم. يا ريت أن نعرف حتى المواطن يعني اليوم تطورنا بحديثك. الواقعات المهمة اللي تخص المواطن بصورة مستمرة هي الزواج. تأشير الزواج. نعم. نقل قيد الزوجة. أكو أمر مهم يخص المتزوجين الجدد. مثلا اليوم أنت زوجتك في محافظة في البصرة وأنت في بغداد. إذا هي كانت تمتلك رقم الوطني هنا، هاي مهمة، تمتلك بطاقة وطنية، بعد ما يحتاج أن المواطن ينزل محافظة البصرة يروح يجيب لنا الزوجة ينقلها هناك لهناك. لا، نقوم نحن مباشرة بسحب القيد من البصرة إلى بغداد. جميل. مباشرة خلال لحظات، خلال دقائق. على الموقع الإلكتروني نسحبها. بالمنظومة الإلكترونية. ممتاز. هذه مهمة للمواطنين. زين. الواقعات عندنا قلنا لك الزواج، الزواج البسيط، الزواج المركب، الطلاق، تأشير الطلاق. شو الزواج المركب؟ يعني الزواج المركب مرة ثانية. مرتين أو ثلاثة. زين. نعم. زين. بيانات الولادة. بيانات الولادة. الولادة والوفيات قلنا. أنا سمعت بأن بيانات الولادة يحال إلى المحكمة خلال عدم مراجعته. هذا شنو الخبر؟ هذا الطفل اللي مواطن يصير عنده أطفال، أكو عندنا لحد الآن ناس لا زالوا يصير عنده طفل بالبيت وما يراجع المستشفى يصدر له بيان. زين. فمن يجي على ولادته أكثر من 30 يوم بعد مستشفى تمتنع عن منح بيان ولادة. فهو ملزم المواطن أن يراجع المحكمة المختصة لغرض إصدار حجة ولادة. أكو إشكالية على المواطن؟ لا ما في إشكالية على المواطن، ما في إشكالية. زين. يعني تأخير، يعني أحيانًا المواطن يصير عنده ظرف معين. صح. يأخر عن الحضور إلى المستشفى. المحكمة شيء تشتط إخبار. حجة ولادة هي بمثابة بيان الولادة. حجة. بعد تصديقه في مكتب الولادات والوفيات. اللي هنا بالزوية. إيه، في حسب كل منطقة. يعني داش على بغداد. هسه بغداد، الكراد، عندك الزوية، عندك مدينة صدر الحبيبية، عندك باب المعظم. مستشفى مدينة الطب. نعم. كل منطقة لها مكتب ولادات ووفيات. جميل. عندكم شيء بعد بالواقعات وعملية كيف إيضاح الناس؟ الواقعات هي تغيير مسكن، تعتبر واقعات أيضا. تغيير مسكن. نعم. تبديل التولدات، تصحيح الأسماء، تبديل الألقاب، إضافة الألقاب، تسجيل الألقاب، تسجيل كل تصحيحات، أي تصحيح يطرأ على قيد المواطن هذا يعتبر واقعة إلكترونية. ممتاز، أحسنتم. نعم. جزاك الله خير. بدل ضائع اخبار مركز الشرطه، البدل الضائع، احنا صدرنا توجيه من رئاسه مجلس الوزراء بعدم مطالبه المواطن باخبار مركز الشرطه حين حضوره الى الدائره، ويؤخذ على المواطن تعهد بجلب اخبار مركز الشرطه حين استلام البطاقه. يعني اذا انا كمواطن ضاعت عندي البطاقه، من طالبك انه اجباري تحضر المحكمه انه الا تجيب لنا اخبار مركز الى روج لك معامله؟ لا، ناخذ عليك تعهد ونصرف لك بطاقه، ناخذ عليك تعهد انه تجلب اخبار مركز خلال هذه الفتره الاستلام. قبل استلام البطاقه، عند استلام البطاقه نطالبك باخبار مركز. زين، شنو المطلوب مني بعد؟ يعني اموال كذا؟ يعني احنا لدينا مجموعه رسوم في صرف البطاقه الوطنيه، صندوق الشرطه، اخبار مركز الشرطه قلنا، ورسوم المفروضه على المواطن هي 5000 دينار للبطاقه لاول مره، والبطاقه التالفه 10000 دينار، البطاقة الضائعة 25000 دينار إذا كانت ضائعة لأول مرة، إذا كانت ضائعة لمرة ثانية 50000 دينار، وإذا كانت ضائعة لأكثر من مرتين 100000 دينار، وهكذا. نعم. صورة قيد الإلكترونية 1000 دينار، هاي رسوم للدولة. لدينا رسوم إضافية، يعني رسوم خاصة بالمواطن، مثلا لدينا المحطة المحمولة، طبعا هاي ما طرقنا لها. المحطة المحمولة بإمكان المواطن اللي يرغب اللابتوب ما يحضر للدائرة يقدم طلب في المديرية بغداد الرصافة أو مديرية بغداد الكرخ لأهالي الكرخ باستخراج محطة محمولة إلى بيته أو مكان عمله. مبلغ المال المحطة المحمولة 250000 دينار. حال الجواز. استخراج الجواز. نعم. المحطة المحمولة إذا كان في مستشفى مريض أو في بيته رجل كبير في السن بإمكانه يقدم طلب إلى المديرية مقابل 250000 دينار. جميل. بالنسبة للحالات الخاصة وأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة لهم أهمية. نعم. بدوائركم؟ لدينا توجيه من السيد معالي وزير الداخلية المحترم، والسيد الوكيل الأقدم المحترم، والسيد المدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض المحترم،
ومتابعة مباشرة من السيد اللواء المحترم بأنه فتح نوافذ خاصة لعوائل الشهداء والحالات الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ولدينا وحتى لدينا توجيه باستثنائهم من الحجز الإلكتروني. جميل. نعم. أنت بتلاحظ سيادة العميد بأنه راح تنجز 42 مليون أو نقول بنسبة عالية، بنقول في 90%. أنتم على هذا الرذم، على هذا الإيقاع المتصاعد والعمل الإنجازات، يعني أنت تقول على بالعطلة إذا استقبل 3000 معاملة، طبعا بغض النظر عن البطاقة الوطنية، ممكن نقول البطاقة الوطنية فد 1000 معاملة مشي في العطلة. يعني على هذا الإيقاع المتصاعد، متى تتوقع أن تكون نسبة إنجاز في 90%؟ والله إحنا هي المسألة مو مسألة توقعات بقدر ما هو إنجاز حقيقي يوم إذا ما حدث طارئ. يعني إحنا عندنا حدث طارئ بال 2020 مال كورونا، وقفت العمل مالنا تماما. صح. يعني جنابك يعني هاي أخذت عندنا نشوط. أي فعلا. يعني بالإمكان أنه ننجز هذا العمل، أعتقد أعطيك تقديرات. هو تقدير لا بالتأكيد. مو رسمية. انه فات خمس سنوات تنجز تقريبا، ولكن انت احكي لي ما بعد الانجاز ايش راح يصير بالمواطن. نعم المواطن راح تكون لديه راحه تامه بالمراجعه، يعني المواطن اللي تنصرف له بطاقه مره ثانيه من يجي يبدل بطاقته تالفه او نافذه او ضايعه ما يقوم بهاي الاجراءات مال الحجز ومال الاستماره ومسمسكات، لا يجي مباشره يقدم طلب الدائره خلال 10 او 5 دقائق يقوم تصوير اخذ الطبعات وتنجز معاملته. اضافه الى راح يقل الزخم، إذا المواطن كلها حصلت على البطاقة الوطنية راح يقل الزخم، راح يكون المواطن فقط اللي عنده يجي بيان يصير عنده تأشيرة الزواج يطلب صورة قيد يحضر الدائرة، مو كله تحضر. زين أنا منا إلى 10 سنوات أو 12 سنة 15 سنة لا أتزوج عندي أحد ولا صار تغيير بمسكن ولا تفاصيل، هم لها وقت معين للاستبدال إعادة؟ نعم البطاقة الوطنية فيها فترة نفاذية هي 10 سنوات. 10 سنوات اللي فوق ال 12 سنة، أما اللي جوا 12 سنة فترة نفاذية 6 سنوات. نعم. يعني كل سنوات لازم نبدلها. 6 سنوات إذا جول 12 عمره. ليش؟ لأن المواطن لحد 12 سنة ما ناخذ من عنده قزحية مال العين وطبعات الأصابع. بعد 12 سنة نبدأ ناخذ طبعات الأصابع العشرة والقزحية مال العين. جميل. يعني أنا سأل مثلا هسه اليوم استخرجتها بعد 6 سنوات لازم أستبدلها. اللي إذا عمر جول 12. أما فوق 12 10 سنوات. نعم. كل 10 سنوات. 10 سنوات هي إحنا نخلي بيها تاريخ نفاذية بالبطاقة، موجود تاريخ النفاذية، تاريخ الإصدار وتاريخ النفاذية، راح يقول لك مثل تاريخ النفاذية مالتك مثل 1/1/2027، أنت ب 1/1/2027 هاي البطاقة تسقط بعد ما لها نفاذية، تجي تراجع الدائرة، بس من تراجع الدائرة بهاي الحالة لا استمارة ولا مسبسكات ولا أي شيء. واحد سؤال. فقط تقدم طلب بالدائرة. تجديد. بتجديدك البطاقة. أما مبالغ بي أكيد يعني أكيد 5000 دينار نفاذية 5000 فقط دينار. نعم قلنا لك فقط التالف 10 والضايع 25 و50 و100. سؤال أخير ولو أخذ من وقتك وإن شاء الله يكون فطور شهي إن شاء الله سيادة العميد. أنا من حولت هذا الجهاز القارئ الباركود في وزارة معينة خارج وزارة داخلية. نعم. أنا نقول خارج وزارة داخلية يعني وزارة داخلية هي الجهة الأمنية الرصينة اللي دا أتعامل وياها بكل ثقة وأريح لها. لكن لو راحت المعلومات إلى دائرة أخرى مو أتوقع بأنه راح يصير خرق للمعلومات اللي أمتلك عنك كمواطن؟ نعم. هذا الجهاز القارئ الإلكتروني جنابك تقول عنه هذا فقط للإطلاع على المعلومات، ما يقدر يتلاعب أي شيء، يعني فقط يفتح الباركود يقرأ بعينه يقرأ الاسم كذا يقرأ، أما يقدم يأخر يرتب ما يقدر أبدا. جيد. أبدا ما يأخذ معلومات عنك أبدا ما يقدر، فقط يعني المعلومات الاعتيادية اللي موجودة بالبطاقة. بالبطاقة قال إيش راح يفتح؟ راح يفتح المعلومات الموجودة بالبطاقة يتأكد منها فعلا هاي المعلومات موجودة صحيحة ولا لا. هاي البطاقة من حطيتها على الجهاز إن فتحت عندي هاي المعلومات راح يأكد لي إنه هاي البطاقة مو مزورة، فعلا هاي المعلومات من ضمن المنظومة الإلكترونية. جيد. أنتم مو كل المعلومات تمنحوها لدائرة معينة، تعطون فقط المعلومات اللي تخدم هاي الدائرة. نحن. جيد. ولا تستطيع أي دائرة حتى إحنا دائرة ما نقدر نتلاعب بها بكيفنا إلا على ضوء موافقات المعالجة المركزية وعدم الطاقات الوطنية. ممتاز. حد يقدر يتلاعب بها فقط يتأكد معلومات نظريا، أما كتقديم كتأخير كتلاعب المعلومات مستحيل أبدا. أحسنت السيد عميد هيثم فالح شمر مدير البطاقة الوطنية في مدينة الصدر، شكرا لسعة صدرك، شكرا لهذه المعلومات القيمة
اللي اعتقد انا استفادت منها بالبدايه، ومن ثم بالتاكيد الكل استفادت من هذه المعلومات، بدليل ما اخذنا اتصالات هوايه، لان السيد المخرج يقول شوي ممكن نستغني عن الاتصالات، اخذنا بس اتصال واحد، كون المعلومات جدا مهمه، وهي وسيله هاي واجبنا ان نستوضح للناس اليه اجراء المعامله، ونكون احنا الخط الناقل ما بينكم وما بين المواطن ان شاء الله. شكرا لك سيادة العميد. الله يحفظكم. الله يحفظكم. مشاهدينا الكرام، نلتقيكم يوم السبت القادم إن شاء الله الساعة 4 عصرا، ولكن ما بعد هذا الأسبوع راح يكون يعود البرنامج كما هو معهود الساعة 9 مساء بعد العيد وعطلة العيد إن شاء الله. تقبلوا تحيات كادر البرنامج، وأنا معد ومقدم البرنامج حازم الحربي أبو مير. ألتقيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في أمان الله.